واحدة من الحاجات اللي بنقدمها في سوديا اللي هي ورش تدريب للشباب حتى إنهم يتمكنوا من التواصل ومن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبالإضافة لإنهم يتشاركوا الخبرة فيما بعضهم ويعكسوا تجاربهم لبعض. اليوم استضفنا ورشة تدريبية عن استخدام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. استفدنا من بعض، عرفنا معلومات من بعض، في معلومات أنا ما كنت أعرفها عرفتها من خلال الورشة. كانت تجربة متميزة، اتعرفنا على مجموعة من الناس المتميزين، زائد إنه عرفنا كيف ممكن نستخدم، استعرضنا موقع تويتر كيف ممكن يتم استخدامه للاستفادة لعرض الأفكار والتجارب. بهدف للهدف الأساسي اللي مستنيه من الورشة إنه بعديها أقدر استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مهنية أكثر، أضمن بها انتشار الحاجة اللي أنا بدعو لها ورسالتي لجميع المستخدمين الشبكة العنكبوتية. من الإيجابيات إنها لما تلاقي ناس من مختلف المجالات ومختلف الاختصاصات. السلبيات هي ما حاجة سلبية لكن ممكن نضيفها، اللي هي إنه ممكن نزيد مصطلحات بالإنجليزي، ممكن نزيد العدد بتاع الناس المشاركين في الورشة. الصعوبة إنك أنت تلتزم بالعدد المحدد من بالحروف، واحدة من الصعوبات. الصعوبة الثانية إنك أنت كيف تزيد عدد المتابعين لك في ظل المنافسة العالية من الجهات الأخرى اللي هي أيضا بتبحث عن متابعين. ورشة كانت ظريفة شديد، ورتنا معلومات زيادة عن تويتر، معلومات مفيدة، وخلت ناس من خبرات مختلفة وفئات عمرية مختلفة يعرفوا معلومات في مجالاتهم وياخذوا خبرات أكثر. أنا جيت ومعرفتي بالتويتر بسيطة، طلعت عندي كمية من المعارف وكمية من الخصائص اللي تعلمتها الليلة، حامشي أطبقها عشان أستفيد منها في حياتي باستخدام التويتر. الخطوة الجاية إن شاء الله حيكون في مزيد من الورش التدريبية، بتمنى إنكم تتابعوا الجديد من خلال موقع الصفحة على الفيسبوك sudia.org، وكمان من خلال موقع الويب سايت، بالإضافة إنكم أنتم ما تنسوا تتابعوا @fellowsudia في تويتر. شكراً.